ها قد عدنا مرة أخرى لنستكمل السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على رواية سيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أرى أنه قد حان الوقت لاستكمال ما قد بدأناه من سرد لسيرة الحبيب المصطفى أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نعم يا امام فوالله اني لاشتاق اليها اشتاق للسيره العطره لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا قد توقفنا عند عمره القضاء وما كان لها من اثر عظيم على خالد بن الوليد حيث كان من المشركين انذاك فكانت نقطه فاصله في حياته فشرح الله صدره الى الاسلام مع عمرو بن العاص وعثمان بن طلحه اللذين اسلما في نفس التوقيت وبعد ان القت مكه بفلذات اكبادها في احضان الاسلام بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحله جديده من الدعوه الى الاسلام خرج سفراء رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه الى ملوك وامراء العالم برسائل الدعوه وكان من بينهم الحارث بن عمير الاسدي سفيرا الى الغساسنه سيدي مم. رجل يريد مقابلة الملك يريد مقابلة الملك؟ أدخله علي أولا فشقيق الملك لديه أعباء كثيرة سمعا وطاعة سيدي من أنت؟ رسول وماذا معك؟ معي رسالة لعلك من أصحاب محمد نعم كيف علمت؟ جرأتك تدل عليك اريد مقابله الملك والله لن يقع نظر الملك الا على جثتك ايها الحارس خذ هذا الرجل واضرب عنقه يا رسول الله يا رسول الله فيامره رسول الله بالكلام قتل الحارث بن عمير يا رسول الله حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر الرجل ان ينادي في الناس الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة لب المسلمون نداء رسول الله وتجمعوا داخل المسجد فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال قتل اخوكم الحارث بن عمير الاسدي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليتجهز غدا بعد صلاه الفجر لقتال الغساسنه حبيبي يا رسول الله لم يتحمل الخيانه والغدر لرجل من رجاله هو سفير اعزل فكانت ردة فعله سريعة وقوية: نعم يا إمام، كما أن في قتل الحارث كسرًا لهيبة سفراء رسول الله، وعقبة في طريق الدعوة، فقد يفعل غير الغساسنة ما فعلوه هم مع الحارث بن عمير، فكان لابد من موقف سريع وحازم، يعلمه القاصي والداني تجمع ثلاثه الاف رجل من المسلمين في كامل عدتهم متاهبين تلبيه لنداء رسول الله وكان ذلك في يوم جمعه فاباح لهم رسول الله ان يتجهزوا للقتال من دون صلاه الجمعه اراد عبد الله بن رواحه ان ياخذ ثواب الصلاه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ليصلي خلفه على ان يلحق بهم وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئن على الجيش فلاحظ غياب عبد الله بن رواحه فسال عنه ذهب ليصلي الجمعه خلفك يا رسول الله على ان يلحق بنا احمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا وساله اين كنت يا عبد الله فاجابه عبد الله بن رواحه رضي الله عنه وقال يا رسول الله اردت ان استزيد من الخير فاصلي الجمعه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الحق بالجيش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا والله يا ابن رواحه لغدوه في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها لقد عين محمد زيد بن حارثه قائدا للجيش فان قتل فجعفر بن ابي طالب فان قتل فعبد الله بن رواحه فان قتل فليرتضي المسلمون واحدا منهم فيجعلوه عليهم قائدا نعم وقد قلت لمحمد يا ابا القاسم ان كنت نبيا فلو سميت من سميت قليلا كان او كثيرا اصيبوا جميعا فصمت محمد ولم يرد نعم فهو يعلم انه ان لم يمت من سماهم اي يموت زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحه فانه ليس بنبي وسوف يصبح كاذبا وينكشف امره فان الانبياء لا ينطقون عن الهوى يا زيد عد الى بيتك وودع اهلك واحبابك فان كان محمد نبيا فلن تعود اليهم ابدا فغضب زيد بن حارثه وقال اشهد ان محمدا نبي صادق وبار مم. لم يعبا زيد بن حارثه بما قلت وكانه يتمنى الموت حتى يصبح محمد صادقا ونبيا مم. ها يا جعفر عد إلى بيتك وودع أهلك وأحبابك فإن كان محمد نبيا فلن تعود إليهم أبدا وإن عدت فإن نبيك كذاب فقال جعفر أشهد أن محمد رسول الله ولا أعود ولا أودع واتوكل على الله ومضى النعمان اليهودي يعض على يده من شده الغيظ كيد اليهود لا ينتهي ابدا فبالرغم من وجوده مع بعض اليهود بين المسلمين في امان الا ان الحقد والغل قد حول قلوبهم الى حجاره صماء في ساعات قليلة اجتمع ثلاثة آلاف مقاتل في سبيل الله، مجهزين بعدتهم، ينتظرون إشارة بدء التحرق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستعدين للشهادة في سبيل الله دون تردد أو خوف، وهنا نتعلم من رسول الله وصحابته كيف يكون الحب والتلاحم وقت الشدة. وكيف تكون التضحيه من اجل الدعوه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في السنة الثامنة من الهجرة وقد لبَّى المسلمون نداء رسول الله وتجهز الجيش للخروج لنصرة الإسلام والرد على الغدر والخيانة من قبل الغساسنة. حفظكم الله يا جند الله حفظكم الله ايدكم الله ودافع عنكم وقبل انصراف الجيش يوصيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالا يقتلوا وليدا ولا امراه ولا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعته والا يقطعوا شجره ولا يهدموا جدارا وصى رسول الله جنوده بادب القتال في سبيل الله والا يبداوا بالحرب بل وصاهم بان يدعوا اعداءهم الى الاسلام فان اسلموا عفا الله عما سلف لا تحزن يا خالد ولم الحزن يا اخي ونحن ذاهبون للجهاد في سبيل الله كنا نتوقع ان يؤمرك رسول الله علينا ويسميك مع زيد وجعفر وابن رواحه وانت القائد العسكري المحنك لا والله يا اخي ان من سماهم رسول الله هم افضل مني ولهم من الحنكه والحكمه ما يؤهلهم لحمل رايه الاسلام لم يكن قد مر وقت طويل على اسلام خالد بن الوليد وراى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمته انه من غير المناسب ان يجعله قائدا على الجيش في هذا التوقيت درس اخر يعلمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدروس التي لا تنقطع في سيرته العطره فنراه يطرق امر تولي خالد القياده للمسلمين انفسهم وفي الوقت المناسب لذلك مولاي جئت اليك بخبر مهم تكلم يا رجل لاختصر محمد يا مولاي محمد نعم يا مولاي بعث الينا بجيش جرار يريد الانتقام لمقتل رسوله اليكم مم. كيف يجرؤ انتظر يا اخي وارسل في طلب العون من هرقل ليروا قوتنا سنلقنهم درسا ونبيدهم عن بكره ابيهم امر مولاي الا يعرف هذا الرجل قوتنا وعزنا حتى يلقي بنفسه وجيشه في التهلكه <applause> مرحبا بالقائد العظيم هرقل اهلا بك ايها الملك تجرى محمد وارسل جيشا لحربنا وان ظهر علينا سيصبح الطريق مفتوحا الى الروم وانتم اقوى جيوش العالم لا تقلق ايها الملك العظيم فانتم حلفاؤنا وسنسحقهم سحقا فقد جئت إليك بمئة ألف مقاتل. عسكر الروم بقيادة هرقل في مآب بأرض البلقاء بجيش قوامه مئة ألف رومي ومئة ألف من القرى والمدن الموالين لهم. من هنا يمكننا أن نعرف أخبارا عن جيش الروم قبل أن نبدأ بحربهم. رد زيد بن حارثة: نعم يا خالد، فهذا يساعدنا على وضع الخطة المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم, وعليكم السلام, السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته. حمدا لله على سلامتك يا أخي، هات ما عندك. لقد جاء إلينا هرقل بجيش عظيم قوامه مئة ألف مقاتل. مئة ألف مقاتل ونحن ثلاثة آلاف فقط! إن بدأنا في القتال فسيسحقنا هرقل وجيشه. أرى أن نرسل لرسول الله ونخبره بعدد عدونا فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له. هنا تكلم عبد الله بن رواحه يشجعهم ويشدد من عزيمتهم وقال يا قوم ليس الذي تكرهون الا الذي تطلبون انها الشهاده في سبيل الله وما نقاتل اعداء الله بعدد او بقوه ولا كثره وما نقاتلهم الا بهذا الدين الذي انعم الله علينا به فانطلقوا فانها احدى الحسنيين اما النصر او الشهاده في سبيل الله صدقت والله يا ابن رواحه صدق عبد الله بن رواحه نجح عبد الله بن رواحه في رفع الروح المعنويه لجيش المسلمين واختاروا مؤته ليعسكروا ويتحصنوا بداخلها وذلك لاسباب متعلقه بالخطه الحربيه نعم فمؤته مدينه صغيره محصنه بحيث لا يستطيع جيش الروم ان يدخلها كاملا وانما يتم تقسيمه فيسهل على جيش المسلمين محاربته ثلاثه الاف يقاتلون مائتي الف مقاتل بايمانهم وحبهم لله ورسوله الكريم والله اني لم ارى كل هذا العدد من قبل سلاح وعتاد وديباج وذهب وحرير اترى هذه الجموع الكبيره نعم ستهزم باذن الله اننا لا ننصر بالكثره الم تشهد يوم بدر أترى ذلك الرجل حامل الراية هناك؟ نعم فهو يقاتل بدراوة اقتلوه فهو القائد وإن مات هزموا على الفور اجتمع عدد كبير من جيش الروم على زيد بن حارثة الذي قتلهم بكل شجاعه حتى سقط شهيدا وكان زيد بن حارثه قائد المسلمين هو اول شهيد يسقط في هذه المعركه فاستلم الرايه منه جعفر بن ابي طالب ليصبح هو القائد كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حامل الرايه ولم يهزموا بل استلم الرايه شخص اشد ضراوه اترى ما اراه ايها القائد قطعت يده اليمنى ومع ذلك لم يستسلم بل حمل رايتهم باليد اليسرى ويقاتل وهو ينزف ها هي اليسرى قد قطعت فارتمع على الرايه بعضديه يمسك بها ما هذا الرجل ومن هؤلاء الناس الذين يدافعون عن دينهم حتى اخر قطره من دمائهم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا في مؤتة وقد كان زيد بن حارثة حب رسول الله وقائد الجيش هو أول الشهداء فاستلم الراية منه جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم يقاتل في سبيل الله. قتل حامل الرايه ولم يهزمه، بل استلم الرايه شخص اشد ضراوه، اترى ما اراه ايها القائد؟ قطعت يده اليمنى ومع ذلك لم يستسلم، بل حمل رايتهم باليد اليسرى ويقاتل وهو ينزف. ها هي اليسرى قد قطعت فارتمع على الراية بعضديه يمسك بها ما هذا الرجل؟ ومن هؤلاء الناس الذين يدافعون عن دينهم حتى أخر قطرة من دمائهم؟ قطعت يد جعفر بن أبي طالب اليمنى فتمسك بالراية وظل يقاتل وهو ينزف حتى قطعت يده اليسرى فامسك الرايه بعضديه واخذ يقاتل بجسده وهو ينزف حتى سقط شهيدا سقط جعفر بن ابي طالب ولم تسقط الرايه فحملها عبد الله بن رواحه وانطلق يقاتل في سبيل الله سقط عبد الله بن رواحه، آخر من سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معشر المسلمين! يا معشر المسلمين! اصطلحوا على رجل منكم! أنت يا ثابت! لا والله، ما أنا بفاعل، ما أنا بفاعل! إذا فهو خالد بن الوليد. نعم, نعم،, نعم، هو, خالد. هو خالد بن الوليد فلتحمل الراية يا خالد حمل خالد بن الوليد الراية سيف من سيوف الله يقاتل لأول مرة في صفوف المسلمين فيصطلحون عليه لما له من خبرة عسكرية وتجربة حربية اخذ خالد بن الوليد يقاتل ويقاتل حتى كسر السيف من يده فياخذ سيفا اخر ويقاتل حتى يكسر السيف من يده ويبدله باخر تسعه سيوف كسرت في يد خالد من شده وضراوه القتال ولم يتبق معه الا صفيحه يمنيه ظل يحارب بها صبر الصحابة في ذلك اليوم وقاتلوا بشجاعة ولم يهنوا إلى آخر النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى جاء الليل وتوقف القتال مؤقتا يا قوم، والله إنا قد نفذنا أمر رسول الله، وقد رأوا منا بأسا شديدا، وعلموا أن هناك رجالا تحمي هذا الدين بإذن الله ورسوله. وماذا ترى يا خالد؟ أرى أن نتراجع ونعود إلى المدينة. نعم رأيي يا خالد. ولكن إن تراجعنا الآن هلكنا، لابد من خطة محكمة. حتى لا يتبعنا الروم وضع خالد بن الوليد خطه محكمه للتراجع حتى لا يخسر رجاله من جيش المسلمين في معركه طويله نعم فقد وضع فصائل الجيش بطريقه مختلفه حيث جعل الميمنه في الميسره والميسره في الميمنه وكذلك المقدمه في المؤخره والمؤخره في المقدمه وجدد الرايات اغثنا ايها القائد العظيم اغثنا ماذا حدث ايها الجندي لقد جاء المدد للمسلمين جاء جيش كبير لا قبل لنا به وهم يقاتلون بضراوه اشد واقوى قاتلوا حتى نطلب مددا اخر من الروم اما انتم فاضربوا بخيولكم في الرمال حتى يعلو الغبار ويعلو فكلما علا غباركم كلما ظنوا ان المدد كبير سيدي القائد العظيم ان المدد لا ينتهي سوف يقضون علينا اذا استمر هذا المدد الان تراجعوا ايها الجند تراجعوا بسرعه الان ولكن لو جاءوا خلفنا لا تقلق يا اخي لن يحدث هذا انهم يتراجعون فلنتبعهم ونقضي عليهم لا تتبعوهم بعد كل هذا المدد يتراجعون انها لمكيده كبيره يريدون ان يجرون اليها في الصحراء تراجعوا تراجعوا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ليخبرهم بما راه من اخبار اصحاب مؤته وقال لهم اخذ الرايه زيد فاصيب ثم اخذها جعفر فاصيب ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب وكانت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان الدموع ثم قال فأخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزل جعفر بن أبي طالب واحتضن أبناءه وهو يذرف الدمع يا رسول الله كانك علمت امرا من جعفر واصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لقد اصيبوا <applause> قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخافي فاني وليهم ثم بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجه جعفر وقال لها انه راه في الجنه يطير بجناحيه ومن هنا سمي جعفر الطيار عاد خالد بن الوليد وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد واجهوا أعظم دولة في ذلك الوقت، ثلاثة آلاف يواجهون مائتي ألف في مؤتة، يواجهونهم بإيمانهم وصبرهم وحبهم لله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الانسانيه ومعلم الامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انتهت حرب مؤته وعاد الرجال الى المدينه فاستقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسماهم بالكرار وبشرهم بفتح روما والقدس والقسطنطينيه اما قريش فقد انهكتها الحروب وانشغلوا بمعاداه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجارتهم واعمالهم يا قوم قد حاصرتنا الحرب مع محمد واصحابه وشغلتنا عن تجارتنا واهلكت اموالنا وماذا ترى يا ابا سفيان في ذلك ارى ان نخرج في تجاره الى الشام فنحن الان في هدنه مع محمد بعد صلح الحديبيه وهذا وقت التجاره والربح نعم الرأي نعم يا, يا أبا سفيان، نعم الرأي. خذ يا أبا سفيان، هذه أموالي جئت إليك بها، فأدخلها في تجارتك. لا بأس يا امرأة، سنتاجر لك بها، وسنعود بأرباح وفيرة ببركة الآلهة. ما علم بمكة رجل أو امرأة الا وحملك بضاعه يا ابا سفيان الحرب انهكت مكه واهلها يا رجل ها هي الفرصه سانحه للربح والتجاره في ارض الشام ارض الخير الوفير فلنستعد للرحيل وكان قيصر الروم قد انتصر على الفرس في ذلك الوقت واخرجهم من بلاده وردوا اليه صليبه الاعظم وكان قد سلبوه اياه فذهب الى بيت المقدس ليتعبد فيه ويشكر ويصلي هناك وكانت تبسط له البسط وتطرح له عليها الرياحين صلى قيصر الروم صلاه الشكر لانتصاره على الفرس وعوده صليبه المسلوب منه وخرج هذا الذي رأيت، والله ما كنت نائما. مالي أراك مهموما مغموما يا سيدي، هل هناك ما عكر مزاج القيصر العظيم؟ أجل، ها أه؟ وما ذاك؟ لقد، لقد رأيت رجلا هو ملك من الختان. سينتصر علينا والله ما نعلم من الختان الا اليهود وهم تحت يدك وفي سلطانك فان كان قد وقع هذا في نفسك منهم فابعث في مملكتك كلها فلا يبقى يهودي الا ضربت عنقه فتستريح من هذا الهم أيها القيصر العظيم، رجل عربي بالباب يريد أن تأذن له بالدخول. ها؟ عربي؟ فلتأذن له بالدخول. مولاي قيصر الروم وقائد الجيوش العظيم. حدثني يا رجل عن أخباركم وأخبار بلاد العرب. رجل من العرب، من قريش، خرج يزعم أنه نبي من عند الله. وقد اتبعته اقوام وخالفته اقوام اخرى وقد كانت بينه وبين قريش حروب وقد خرجت من بلادي وهم على ذلك هذا والله الذي رايت وليس ما تقولون عن اليهود انه العربي عربي نعم آه اذهب الى حال سبيلك يا رجل يا صاحب الشرطة قلب لي الشام ظهرا لبطن حتى تاتي لي برجل من قوم هذا امر مولاي القيصر العظيم ايها الرجل هل انتم من العرب نعم يا سيدي وجئنا ننشد تجارةً هنا في بلاد الشام. إذاً هيا بنا إلى مولاي القيصر. هيا! ولكن ماذا فعلنا أيّها الرومي؟ لا تنطق بكلمةٍ واحدة حتى نصل إلى القيصر. هيا! انتم من بلاد العرب نعم يا سيدي تكلم انت هل خرج من بينكم من زعم انه نبي نعم يا سيدي تقدم يا رجل ان كذب فردوا عليه ما يقول والله لو كذب ما رد علي ما اقول ولكني استحي ان افعل ذلك فاصبح معيره قريش وانا كبيرهم حدثني عن هذا الرجل الذي خرج فيكم انه يدعي النبوه اذا ساسالك وتخبرني عما اسالك عنه من امره سل ما شئت كيف نسبه فيكم عربي خالص من اوسطنا نسبا هل كان من اهل بيته احد يقول مثل ما يقول فهو يتشبه به لا هل كان له ملك فاستلبتوه اياه فاراد اعاده ملكه لا حدثني عن اتباعه من يتبعه عندك اتبعه الضعفاء والمساكين والاحداث فاما الاشراف وكبار السن فلا. خبرني عمن يصحبه ايحبه ويلزمه؟ ام ينفر منه ويفارقه؟ ما من رجل صاحبه وفارقه. خبرني عن الحرب بينكم وبينه. الحرب بيننا سجال ننال منه وينال منا. هل يغدر؟ لا والله ما عهدناه غدّارًا. بدأ قيصر الروم في التيقن أن هذا الرجل الذي خرج من العرب هو ظاهر عليه لا محالة، فأعاد على أبي سفيان ما قاله، فهو من أوسطهم نسبًا وان اتباعه من الضعفاء والمساكين والحرب سجال بينهم وانه لا يغدر وان اصحابه لا يفارقونه وهذه كلها صفات الانبياء وحلاوه الايمان نعم هذا ما قلت فوالله لو صدقت لا يغلبن على ما تحت قدمي هاتين، وإني لوددت أني عنده، فأغسل عن قدميه. يا قوم، لقد علا شأن محمد، وأصبح ملوك بني الأصفر يخافونه في سلطانهم. حبيبي يا رسول الله، حتى الد اعدائك يعرف خصالك واخلاقك ووفاءك بعهودك فلم يستطع ابو سفيان ان يكذب ويفتري على رسول الله لينكشف الامر امام قيصر الروم ويوقن انه هو النبي المنتظر صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير الانام ورسول السلام المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر في رسائل يبعث بها الى ملوك واباطره العالم يدعوهم فيها الى الاسلام وها هو قيصر روما قد تهيا نفسيا لاستقبال دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع اختيار رسول الله على دحيه بن خليفه الكلبي ليكون رسول رسول الله الى قيصر روما داعيا للاسلام فيطلبه ويعطي له الرساله ماذا بك يا دحيه ولما هذه العجله رسول الله يا امرأة اختارني لأكون سفيرا له لدى الروم وبعثني إليهم برسالة الله أكبر بوركت يا زوجي أعدك الله إلينا سالما وجعلك سببا في نشر الدعوة هيا يا زوجتي هيا أسرعي وساعديني لنلبي طلب رسول الله فداك روحي يا رسول الله يخرج دحية تلبية لطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشق طريقه إلى روما في سعادة بالغة، وكان دحية يتكلم لغة أهل الروم بطلاقة، وهو أحق رجل بحمل الرسالة. رجل يزعم انه رسول رسول الله. رسول رسول الله؟ ما هذا؟ ما هذا؟ رسول رسول الله؟, الله. 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 فلتسمحوا له بالدخول. السلام على من اتبع الهدى. تحيتنا هي السلام. من أنت؟ رسول من عند رسول الله اليكم احمل معي رساله. اقرا ما فيها. بسم الله الرحمن الرحيم من رسول الله الى قيصر صاحب روما. اصمت يا رجل ولا تكمل رسالتك. سيدي القيصر العظيم لقد قدم اسمه على اسمك ثم انه قال صاحب الروم ولم يقل ملك الروم اكمل ما جئت به يا رجل واكمل دحيه رساله الدعوه على قيصر الروم الذي بمجرد ان انتهى دحيه اشار بخروج الجميع وبقي دحيه معه والله اني لا اعلم ان صاحبك نبي مرسل من عند الله وانه الذي كنا ننتظره لكني اخاف الروم على نفسي ولولا ذلك لاتبعته. وقف رسول الله خطيبا في المسلمين يقول: اما بعد فاني اريد ان ابعث بعضكم الى ملوك الاعاجم فلا تختلفوا يا رسول الله والله انا لا نختلف عليك في شيء ابدا فمرنا وابعثنا واختار النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم شجاع بن وهب ليرسل معه رساله الدعوه الى كسرى ملك الفرس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختار سفراءه بعنايه فائقه وهذا درس جديد يعلمنا اياه رسول الله في كيفيه اختيار من يمثلنا بما يتناسب مع امكانياته ومهاراته السلام عليكم من انت وماذا تريد انا رسول رسول الله معي رسالة إلى الملك أعطني إياها لا والله سأسلمها أنا إليه كما أمرني رسول الله إذا انتظر حتى نبلغه بما تريد مولاي كسر العظيم شخص معه رساله يقول انها من عند رسول الله ادخل لنعرف ما يريد السلام على من اتبع الهدى من انت وماذا تريد رسول من عند رسول الله م? رسول الله وماذا تريد يا رجل معي رساله اليكم يدعوكم فيها رسول الله للدخول في الاسلام خذ اقرأ ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم فارس أه؟ عبد من عبادي يتجرأ علي ويكتب اسمه قبل اسمي اخرج قبل أن أمزقك إربا اخرج يا رسول الله. يا رسول الله حمدا لله على السلام. حمدا لله على السلامة حمدا لله, على السلامة الحمد يا لله. رحب به رسول الله وطلب منه أن يخبره عما بدر من كسرى حينما وصلته الدعوة غضب كسرى غضبا شديدا ومزق الرسالة قبل أن يقرأها حزن رسول الله مما سمع من شجاع ودعا على كسرى ان يمزق الله ملكه استشاط كسرى غضبا ولم يكتف بتمزيق الرساله وانما بعث الى بازام نائبه في اليمن يامره بان ياتي له برسول الله من ارض الحجاز ايها الحارس امر مولاي ادخل علي كهرمان تحت الامر والطلب يا مولاي هذه رساله كسرى الينا يطلب ان ناتي اليه بمحمد من ارض الحجاز خذ معك احد الفرسان واتوني به حتى نرسله الى كسرى امر مولاي ظن كسرى ان الامر بهذه السهوله ونسي ان الله مع نبيه وان دعوه رسول الله لا بد لها ان تتحقق أنت محمد النبي المزعوم؟ تأدب يا رجل فأنت في حضرة رسول الله شاهنشاه شاه ملك الملوك كسرى قد كتب إلى الملك بازام يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك وقد بعثني إليك فانطلق معي فإن فعلت توسط لك الملك بازام ليعفو عنك وان ابيت فسيهلكك ويهلك اهلك ويخرب بلادك ماذا تقول يا رجل اجننت اهلكك الله انت وكسرى واعوانكم هدا رسول الله الرجال المسلمين واخبر الرجلين بأن يعود إليه في الغد. وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء. فعلم أن ملك كسرى يزول استجابة لدعوته صلى الله عليه وسلم حيث قام شيراويه بن كسرى بقتل أبيه واستولى على عرشه فدعا رسول الله الرجلين وأخبرهما وطلب منهما أن يخبرا بازام بالأمر وأن يقول له ان دينه سيبلغ ملك كسرى وينتهي الى منتهى الخف والحافر والله ما هذا بكلام ملك واني لا ارى الرجل نبيا كما يقولون وان حدث ما قد قال فإنه حقا نبي مرسل رسول من عندي شيرويه ابن كسرى الملك شيرويه آه. يبدو أن ما قاله حق إنه حق النبي فليدخل فورا أما بعد فإني قد قتلت كسرى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى خاتم النبيين سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم راينا كيف قتل كسرى على يد ابنه شيرويه وتمزق ملكه كما مزق رساله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وكيف اسلم بازام نائب كسرى على اليمن بعدما شاهد بنفسه معجزه من معجزات النبي بمعرفه اخبار ابعد بقاع الارض وهو جالس في مكانه استمر النبي صلى الله عليه وسلم في ارسال الدعوات الى ملوك الارض في كل مكان بعث رسول الله برساله الى المقوقس ملك الاسكندريه مع حاطب بن ابي بلتعه يدعوه فيها الى الاسلام سيدي المقوقص رجل بالباب معه رساله رساله يقول انها من محمد رسول الله ادخله ايها الحارس السلام على من اتبع الهدى السلام تحيتكم هي السلام نعم ايها الملك رسول الله هو رسول السلام في الارض تفضل يا اخي اجلس هات ما عندك معي رساله من عند رسول الله ايها الحارس خذ ضيفنا الكريم واكرم نزله اني سألك عن شيء واريد ان تفهم عني تفضل ايها الملك اخبرني عن صاحبك اليس نبيا بلى هو رسول الله لماذا اذن لم يدع على قومه وقد اخرجوه من بلده الى غيرها وهل دعا من قبله نبي الله عيسى على قومه مم. حكيم جاء من عند حكيم خذ هذه الهدايا ابعث بها معك الى محمد وسيخرج معك من الحراس من يؤمن لك طريق عودتك ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا الى العرب فبعث عمرو بن العاص الى بني بلي فهم اخواله حيث ان ام العاص بن وائل كانت منهم وكان عمرو بن العاص على راس مجموعه منهم عوف بن مالك الاشجعي الذي كان في دوريه للحراسه ماذا تفعلون نحرناها ولا علم لنا بتقطيعها وتقسيمها تعطوني جزءا منها على ان اقسمها بينكم قسمها وخذ نصيبك من اين لك بهذا يا عوف هل هو صيد وجدت قوماً عاجزين عن تقسيمها فقسمتها لهم مقابل هذا والله لا تدخل جوفي عوف فقد استعجلت الأجر يسير صحابة رسول الله على ضربه ويتعلمون من أعظم معلم في التاريخ فها هو عمرو بن العاص ورفاقه يمتنعون عن الطعام وهم في اشد الحاجه اليه لانهم يطمعون في اجر وثواب اكبر من عند الله نعم فقد استغل عوف حاجتهم اليه وشرط عليهم اجرا دنيويا ولم ينتظر الاجر الاعظم والابقى واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارسال دعواته ورسائله الناصحه لكل الملوك والامراء في سائر البلدان سواء كانت عربيه او اعجميه لنشر الدعوه الاسلاميه بالحكمه والموعظه الحسنه في سيرته صلى الله عليه وسلم العطره لم يحدث ابدا ان اعطى عهدا واخلفه اذ هو الصادق الامين بشهاده اعدائه قبل اصحابه وكان في صلح الحديبيه انه من شاء ان يدخل في عقد محمد وعهده دخل ومن شاء ان يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فدخلت خزاعه في عقد محمد وعهده ودخل بنو بكر في عقد قريش وعهدهم واستمرت الهدنه ثمانيه عشر شهرا حتى نقض بنو بكر عهدهم واعتدوا على خزاعه سمعت قريش بما حدث بين بني بكر وخزاعه فاجتمعوا لبحث الامر ماذا نفعل الان وحلفاؤنا بنو بكر يحاربون وحدهم ان ساعدناهم وقاتلنا معهم نكون بذلك قد نقضنا العهد في الحديبيه وتنقطع الهدنه مع محمد واتباعه نقاتل معهم ليلا ونبعث لهم بالسلاح في السر وما يعلم بنا محمد يا رسول الله أغثنا يا رسول الله. هدأ رسول الله من روعه واستمع له: نقض بنو بكر العهد يا رسول الله، ومن خلفهم قريش تساعدهم وتقاتل معهم ضد خزاعة. قال له رسول الله: نصرت يا عمرو بن سالم. واللات والعزى لو علم محمد بما صنعتم لهلكنا جميعا محمد اليوم تخشاه ملوك الاعاجم وتحسب له الف حساب ارى ان تذهب اليه يا ابا سفيان وانت كبيرنا وتشد على العهد وتزيد المده قبل ان يعلم محمد بصنيعنا نعم الراي نعم يا ابا سفيان نعم الراي ساذهب اليه وانا اعلم انه لن يغفر لقريش فعلتها فهو يكره الغدر ونقض العهد يا محمد ارجو ان تزدنا في مده الهدنه تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بيته بدون ان يرد عليه بكلمه نقضت قريش العهد واستغاث المستضعفون الموفون بعهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لهم غيرك يا رسول الله ينصرهم بامر من الله تمر سحابه كبيره على رسول الله فيستبشر النبي بفتح عظيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على معلم الخير ورسول الإنسانية وشفيعنا إلى يوم القيامة سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في السنة الثامنة من الهجرة حيث علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيانة قريش وبني بكر ونقض عهد الحديبية، فيأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجهز في السر حتى يتحقق عنصر المفاجأة، ودعا رسول الله ألا يصل خبر خروجهم إلى قريش. هذا كتابي إلى قريش، أبلغيه إليهم واحذري أن يراك أحد أو يعثر على كتابي هذا. سأضعه ها هنا، ولن يبرح مكانه إلا لقريش، ولكن ما كنت أتصور أن تخون محمدًا وتنافقه. صهن يا امرأة، كيف أخون رسول الله وأنا من أبناء بدر؟ والله إني أعلم أن رسول الله لو صار اليهم وحده لنصره الله عليهم فانه منجز له وعده ولكن فعلتي هذه تجنبا لقتال الاهل والاحبه ان كانت لديهم فرصه اراد رسول الله ان يكون خروجه الى مكه في الخفاء فجاءه الخبر من السماء بما فعل حاطب بن ابي بلتعه فارسل علي بن ابي طالب والزبير بن العوام وقال لهم ادركا امراه قد كتب معها حاطب بن ابي بلتعه بكتاب الى قريش يحذرهم ما قد اجمعنا له من امرهم عثر علي بن ابي طالب والزبير بن العوام على المراه وطلب منها الرساله فانكرت في البدايه فيقول علي بن ابي طالب لا والله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتخرجن لنا هذا الكتاب مبتغاكم فخذوها. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا وقال: أفعلت؟ نعم؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما حملك على هذا؟" يا رسول الله، أما والله إني مؤمن بالله وبرسوله، ما غيرت وما بدلت، ولكنني كنت امرأ ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل، فأمنتهم عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انه قد صدقكم ثم قال انه قد شهد بدرا عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اكراما لبدر فنزلت فيه ابشر يا نور، لقد أمرنا رسول الله أن نتجهز للجهاد في سبيل الله. مبارك يا أخي، ولكن أين ستكون وجهتكم؟ لا أدري، لم يفصح رسول الله عن وجهتنا، لكنني أرى السعادة في عينيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وكأن عينيه تبشرنا بفتح عظيم. نصركم الله. واعز الاسلام والمسلمين قد علم محمد بمحاباتكم لبني بكر وقتالكم معهم ضد خزاعه وما هذا إلا نقد للعهد وسقوط لعقد الحديبية لكننا لم نسمع شيئا عن محمد وأصحابه منذ ذلك الحين يا رجال محمد لا يسكت عن الغدر فأنتم أعلم به واللات والعزة إنا لهالكون لكن ماذا نحن فاعلون الآن؟ وقد فشلت محاولاتك لمد الهدنه نخرج ونراقب الصحراء ونتحسس الاخبار فان اقتربوا اعددنا العده لقتالهم اصبحنا لا نقوى على القتال ساذهب بنفسي ارقب وصول محمد فان جاء مع اصحابه اعددنا العده للهلاك لا للحرب يا قوم يامركم رسول الله ان يشعل كل منكم مشعلا من النار يامر رسول الله جنوده ان يشعلوا مشاعل من نار عشره الاف مقاتل يحملون مشاعل من نار فتضيء الارض حول مكه في منظر مهيب ما رأيت نارا مثل هذه قط، ولا رأيت جنودا بمثل هذا العدد. يا أبا سفيان، هذه والله خزاعة قد حشدت للحرب من جديد. يا بديل، خزاعة أقل من أن تكون هذه نيرانها، إنما هي نيران جيش محمد جاء ليدخل مكة عنوة. قال العباس يا أبا حنظلة أبو الفضل نهو صوت العباس بن عبد المطلب عم محمد قال العباس نعم يا أبا سفيان هل هذه نيران معسكركم؟ يقول العباس نعم يا أبا سفيان والعهد الذي بيننا وبين محمد يقول العباس لقد نقدتم العهد وخنتم عهد الله ورسوله، ولن تؤتمنوا بعد اليوم على مكة وبها الكعبة المشرفة. والله إن رسول الله أحق بها منكم. والله إنا لها لكون قال العباس: ما زال أمامكم فرصة يا أبا سفيان. أسلم بين يدي رسول الله تسلم. وهل تأمننا لدى محمد؟ فقال العباس اجيرك عند رسول الله فاركب خلفي هذه البغله حتى اذهب بك الى رسول الله فاستامنه لك ركب ابو سفيان خلف العباس وصار حكيم بن حزام وبديل بن ورقاء خلفهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كلا من ابي سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد كل من حكيم بن حزام وبديل أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان يا أبا سفيان ألم يأني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ بابي انت وامي ما احلمك واكرمك واوصلك والله لقد علمت ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا سفيان الم ياني لك ان تعلم اني رسول الله اما هذه فوالله فان في النفس منها شيئا فامر رسول الله ان يبيت ليلته ثم ياتي اليه في الصباح فبات ليلته عند العباس وجاء في الصباح وشهد شهاده الحق ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بعد اسلام ابي سفيان اخبر العباس النبي صلى الله عليه وسلم بان ابا سفيان رجل يحب الفخر وطلب منه ان يجعل له شيئا فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم من دخل دار ابي سفيان فهو امن بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الخلق الذي اسرى به رب العالمين ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما زلنا نتعلم من السيرة العطرة لرسولنا حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم، وها هو في الفتح الأعظم يعلمنا فن القيادة والتخطيط السليم لتحقيق أهدافنا. وكان الهدف الأول للنبي الكريم في فتح مكة هو نشر الرسالة التي أمنه الله عليها بدون أن يريق قطرة من الدماء، فنجده على مشارف مكة بعشرة آلاف جندي، بدون أن تعلم قريش عنه أية أخبار. في صبيحة تلك الليلة، التي كان أبو سفيان عند العباس، وجد المسلمين ينهضون ويتحرقون للصلاة. وينتشرون للوضوء فارتعب ابو سفيان قال العباس لا تخف يا ابا سفيان انهم سمعوا النداء فهم ينتشرون للصلاه سوف اذهب للصلاه معهم وانظر كيف يصلي المسلمون يا عباس انهم يركعون لركوعه ويسجدون لسجوده ما يامرهم بشيء الا فعلوه قال العباس نعم والله لو امرهم بترك الطعام والشراب لاطاعوه والله يا عباس ما رايتك الليله ولا ملك كسرى وقيصر يستعد ابو سفيان ليسبق المسلمين الى قريش برساله رسول الله اليهم انهم امنون في بيته والكعبه وفي دورهم فمرت كتيبه سعد بن عباده يا ابا سفيان اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل الحرمه يا رسول الله، إني أشتكي إليك ابن عبادة فهو يقول: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. هدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غضبة أبي سفيان وقال: كذب سعد، بل هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة. ويوم تكسى فيه الكعبه يا سعد امر رسول الله بعزلك عن رايه الاسلام وطلب ان يتسلمها منك الزبير بن العوام يفعل رسول الله ما فيه الخير والسمع والطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا حدث لقريش ايتها النساء نحن ساده العرب نصل الى هذا الحد نجلس مرتعبين من ان يعلم محمد بمساعدتنا لبني بكر هل عدمت قريش رجالها وماذا فعل زوجك ابو سفيان وهو قائد للجيش وناتمر بامره ابو سفيان ابو سفيان هذا الرجل يحيرني اراه احيانا اشد الناس بغضا لمحمد واحيانا اخرى اراه يتحدث وكانه واحد من اتباعه خرج ابو سفيان يتحسس الاخبار يا امراه لقد تاخر ابو سفيان يا هند وبدلا من ان ننتظر منه اخبارا عن محمد اصبحنا ننتظر اخبارا عنه هو ربما اتبع محمدا هو الاخر وهجر اليه في الخفاء ماذا اذهب يا رجل وابحث عن ابي سفيان خارج مكه وان اتيت بخبر عنه لك مثل هذا الكيس سوف ابحث عنه في صحراء مكه كلها امر رسول الله ان ندخل مكه من جهاتها الاربع في ان واحد حتى يكتمل عنصر المباغته نعم وتكون هذه هي الضربه القاضيه لفلول المشركين حيث تعجز عن التجمع نهائيا وتضيع منها فرصه المقاومه وهذا من التدابير الحربيه الحكيمه التي لجا اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اصبح في مركز قوه في العدد والعتاد فلم يفكر في الانتقام بل كان حريصا على ان يتم الفتح بلا دماء وقد امر رسول الله المسلمين بان يكفوا ايديهم ولا يقاتلوا الا من قاتلهم وألا يأخذهم الغرور بعددهم وعدتهم فيظلموا أو ينتقموا واللات والعزة لو لم يبق غيري ما أمنت بمحمد وإلهه أصبحنا أمثولة بين العرب وبعد أن كانوا يستجيرون بقريش ويحتمون بها أصبحنا نتذلل لمحمد ونرجوه ان يمد لنا في الهدنه اين كبرياء قريش اين انا حماس بن خالد امهر من يصنع السلاح ويستخدمه واللاتي ان جاء محمد لقطعت راسه بسيفي البطار اذن اعد لنا سلاحا يا حماس ونستعد له وان لم ياتي هو نخرج نحن اليه ماذا بك يا رجل؟ لمن تعد ما أرى يا فارسي الهمام؟ لمحمد وأصحابه والله ما أرى أن يفعل هذا لمحمد وصحبه شيئا والله إني لا أرجو أن تجربي واحدا من هذا إن يقبل اليوم فما لي علة هذا سلاح كامل وألة وذو غرارين سريع السلة السيد ابو سفيان عاد الى مكه هو الان يتجه الى السوق وجدته عائدا في اتجاه مكه فجئت ابشرك واستلم دراهمي يا معشر قريش يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل لكم به، فمن دخل دار ابي سفيان فهو آمن، يا معشر قريش، من دخل دار ابي سفيان فهو آمن. يا ويلي يا ويلي، يا ويلي، سبع السمين واتبع محمدا، اقتلوا الدسم الذي لا خير فيه. اقتلوا الخائن! ذهب إلى محمد ليسلم قريشا له قبحت من طليعة قوم يا ويلي يا ويلي يا ويلي! ويحكم! لا تسمعوا لكلامها ولا يغرنكم فإن محمدا قد جاء إليكم بما لا قبل لكم به. فمن دخل داري فهو آمن، قاتلك الله وما تغني عنا دارك. ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. أحسنت صنعا يا حماس هيا بنا نستقبل محمدا وأتباعه فنقتلهم هيا بنا هيا بنا هيا بنا ما زال بعض المشركين المتهورين على عنادهم كصفوان وعكرمة وحماس بن خالد يجهلون ما هم مقدمون عليه غلبهم الكبر وغرهم الشيطان وخرجوا لملاقاه المسلمين الذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يقاتلوا الا من قاتلهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق الحبيب المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم دروس وتعاليم لا تنتهي من سيرة الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم فعلى الرغم من مقابلة نبي الله السيئة بالحسنة وتجاهله لكل ما حدث من قريش من تعذيب له ولأصحابه، وكذلك من تسامحه معهم، إلا أن الغل والكراهية ما زالت تملأ قلوب المشركين. خالد بن الوليد على رأس كتيبة من المسلمين يتجه إلى مكة من الطريق الذي حدده له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلمح عكرمه واصحابه ما زال الغرور يركبهم يقفون بتحد والله لو اقتربنا منهم لا تذيبهم حراره اجسادنا لا يا اخي لقد امرنا رسول الله الا نقاتل الا من قاتلنا يا صفوان انت وعكرمه ابتعد عن الطريق فنحن مسلمون مسالمون لا نبغي قتالا واللاتي لا تمرون الا على جثثنا والله لن نقاتلكم إلا إذا قاتلتمونا كما أمرنا رسول الله، وسندلف إلى مكة، فإن أردت السلامة فابتعد أنت ومن معك. إذا كان نبيكم قد أمركم بألا تقاتلونا، فنحن نقاتلكم ونقتلكم. ها هم يقاتلوننا يا ابن الوليد! يا قوم والله انا قد نفذنا امر رسول الله صمم المشركون على القتال وهاجموا خالدا ورجاله في الخندمه فاضطر خالد للدفاع عن نفسه وما ان تقدم اليهم حتى تطايرت اجساد المشركين فهرب من هرب واصيب من اصيب كان بامكان خالد بن الوليد ان يسحقهم منذ البدايه الا انه حافظ على وعده مع رسول الله بعدم اراقه الدماء او القتال الا اذا اضطر لذلك افتحي يا امراه افتحي يا امراه اغلقي علي الباب يا امراه اتباع محمد اتباع محمد ماذا حدث يا رجل طوفان يا امراه والله لو وقفت امامهم الافيال لسحقوها سحقا واين ما كنت تقول يا رجل الم تعد بقطع رقاب هؤلاء انك لو شهدت يوم الخندمه اذ فر صفوان وفر عكرمه وابو يزيد قائم كالمؤتمه واستقبلتهم بالسيوف المسلمه يقطعن كل ساعد وجمجمه ضربا فلا تسمع الا غمغمه دخل جيش المسلمين مكه من اربع جهات كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لقريش فرصه للتسلح والاشتباك مع المسلمين فحقنت الدماء وفتحت مكه باذن الله عاد نبي الله صلى الله عليه وسلم الى وطنه بعشره الاف مسلم اقوياء وقد خرجوا منها ضعفاء معذبين دخلها قويا منتصرا ومع ذلك كان يخفض راسه تواضعا لله الذي اكرمه واعز الاسلام بهذا الفتح العظيم دخل وهو يقرا سوره الفتح وهنا تتجلى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نجده في أثناء الطواف وقد وجد ثلاثمائة وستين صنما، فجعل يطعنها بقوس في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فما يكاد يطعن الواحد منها حتى تسقط على وجوهها او تنقلب على ظهورها حتى سقطت جميع الاصنام هي معجزه ومظهر رائع لنصر الله وعظيم تاييده لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ثم دخل رسول الله الكعبه وكبر في جوانبها من الداخل ثم صلى وخرج ينادي رسول الله على عثمان بن طلحه ويعطيه مفاتيح الكعبه ويقول اليوم يوم بر ووفاء هنيئا لك يا عثمان فقد عادت اليك مفاتيح الكعبة. ومن يفعل هذا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يغفر ويكرم ويسامح. يا بلال رسول الله يطلب أن تعتلي الكعبة وتؤذن. السمع والطاعة لرسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله التفت نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الرجل وقال: بما تحدثك نفسك يا فضاله؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ثبت إيمان أبي سفيان بن حرب بعد أن رأى بعينه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتيقن أنه نبي مرسل أما مشرك قريش فقد اجتمعوا قرب مكة ينتظرون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تظنون اني فاعل بكم خيرا اخ كريم وابن اخ كريم اخ كريم, كريم وابن اخ كريم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فانتم الطلقاء أشهد وأشهد أن محمد رسول الله أشهد, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد, وأشهد أن محمد رسول الله وكان من أثر ذلك العفو أن دخل أهل مكة رجالا ونساء أحرارا وعبيدا طواعية في الإسلام وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء قولة كريمة وعبارة يشهد لها التاريخ لا تكتب بماء الذهب بل هي أغلى منه إسفيها عفو عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اذوه وعذبوه درس جديد من دروس السيره النبويه العطره في التسامح والعفو عند المقدره بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على معلم الخير ومطمئن القلوب وشفيعنا يوم الحساب سيدنا محمد بن عبد الله النبي الامي الكريم بعد ان اطمان رسول الله صلى الله عليه وسلم على استقرار المسلمين في مكه راى ان يبدا في نشر الدعوه في القرى والمدن المجاوره بالشرح والتحليل والتفسير لكل من يجهل الاسلام فارسل رسول الله خالد بن الوليد ليقوم بهذه المهمه في بني جذيمه ويكون داعيا لهم للدخول في الاسلام يا خالد بن الوليد هات ما عندك رسول الله ارسلني في طلبك هيا بنا طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد ان يذهب في سريه سلميه الى بني جذيمه يدعوهم للاسلام ويشرح اركانه لمن يجهله منهم فداك نفسي واهلي يا رسول الله يا ابن الوليد، أرسلك رسول الله داعيا، فتذكر ذلك جيدا. «لِمَ قلت هذا يا رجل؟ أتراني مغيب العقل حتى أنسى ما خرجت من أجله؟ وإن نسيت، كيف أنسى ما أمرني به رسول الله؟» لم يكن هذا مقصدي يا خالد، وإنما خشيت أن يلوح في رأسك فعلة بني جزيمة مع عمك الفاكه بن المغيرة. وكان الفاكه بن المغيرة عم خالد بن الوليد قد خرج في تجارة إلى اليمن مع بعض الرجال منهم عوف بن عبد عوف وابنه عبد الرحمن وغيرهم، وكان معهم رجل من بني جذيمة واللات والعزة، إنا قد ربحنا ما لم نربحه منذ سنين. خذ يا رجل هذا نصيبك. أشعر أني لن أصل إلى أهلي. من بني جذيمة يا ابن الأخيرة ماذا تقول يا رجل؟ إنك على خير ما يرام اقترب الآجل يا رجل يبدو أنني سأموت الآن اسمع اسمع يا فاكه أعطي نصيبي من الربح إلى أهلي في بني جذيمة مات الرجل الجذيمي فقرر الفاكه ابن المغيرة وأصحابه العودة إلى بني جذيمة لتوصيل تركة الرجل إلى ورثته وحينما اقترب الجمع من بني جذيمة، خرج عليهم مجموعة من رجال بني جذيمة، على رأسهم خالد بن هشام من تقصدون في بني جذيمة؟ وما شأنك أنت يا رجل؟ تكلم يا رجل، وإلا قطعت رأسك أنت ومن معك آه، آه، كنا في تجارة مع رجل من بني جذيمة وأين هو؟ مات وقد ربحت تجارته وجئنا بتركته لأهله أعرف ذلك الرجل لقد خرج بمال للتجارة معكم أليس صحيحا؟ لا لا هذا صحيح أعطني المال يا رجل تكون قد وفيت الدين وأعدت الحق لأصحابه أجننت يا رجل تأخذ مال رجل من أهلك وتحرم أهله من تركته بل هي تركتي وحقي فأنا من أهله والمال مالي والله لن تأخذه إلا على جثثنا إذا كما شئت خذ أوه أوه فيقتل خالد بن هشام كلا من الفاكه بن المغيرة عم خالد بن الوليد وعوف بن عبد عوف ويأخذ أموالهم. تذكر خالد قصة عمه الفاكه بن المغيرة، لكنه يعلم أن الوضع تغير وأنه الآن مسلم مسالم، وقد غسل قلبه الإيمان من كل غل وحقد على أحد. لا والله يا أخي، وإن تذكرت عمي فإن الله ورسوله يملأان قلبي بنور الإيمان، فقد جئنا بأمر رسول الله، داعينا إلى الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. بارك الله فيك يا خالد. يا قوم! يا قوم! أرسل إليكم محمد يغزوكم! إنه خالد بن الوليد! جاء غازيا! وإن لم نسلم له، سوف يقتلنا! وقد علمتم قوة محمد وأتباعه بعدما فتح مكة! والآتي، إن استسلمنا لهم، لاصرونا، ثم قتلونا! فلنخرج لهم ونقاتلهم! جئت تغزون يا خالد وتقتل منا كما فعلتم بمكه واهلها والله ما فعلنا بل دخلنا مكه بسلام امنين وقد اسلم اهلها بعدما عفى عنهم رسول الله رغم كل ما اصابه منهم لماذا جئت اذا جئنا ندعوكم للاسلام ونشرح لكم ما هو الاسلام واركانه لا نريدك ولا نريد إسلامك يا خالد. اهدأ يا جحدم، اهدأ واغمد سيفك. إنه خالد، وقد جاء إلينا داعيا لا غازيا. ويل لنا بني جثيمة، والله ما بعد وضع السلاح إلا الأسر، وما بعد الأسر إلا ضرب الأعناق. والله لا أضع سلاحي أبدا. والله يا هذا ما اتركك بعد ان اهنت الاسلام ظن خالد ان بني جذيمه قد اهانوا الاسلام بقولهم صبانا صبانا وهو رجل عسكري لا يقبل الاهانه وبخاصه ان كانت موجهه الى الاسلام فقام خالد بتكتيفهم واسرهم فجاء الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد اسر خالد رجالا من بني جذيمه وقام بوضعهم في الاغلال حزن رسول الله حزنا شديدا على ما فعله خالد وبعث بعلي بن ابي طالب رضي الله عنه يفك اسرهم ويعوضهم عما لحق بهم من اذى وقال له يا علي اخرج الى هؤلاء القوم فانظر في امرهم واجعل امر الجاهليه تحت قدميك ذهب علي بن ابي طالب لتنفيذ امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام النبي الكريم ورفع يديه الى السماء يتبرا من فعله خالد حيث قال اللهم اني ابرا اليك مما صنع خالد بن الوليد حبيبي يا رسول الله يدفع الاذى حتى عن اعدائه ويرسل اليهم يسترضيهم وهو بذلك يعلمنا كيف تكون الرحمه وكيف يرد المخطئ وان كان خالد بن الوليد وكيف يعوض المظلوم وان لم يكن مسلما صلى الله عليه وسلم ومن القصص النبوي اتعلم ان بدرا كانت درسا في كل شيء وساروي لك هذا الموقف وقد كان من الاسرى ابو العاص بن الربيع زوج السيده زينب ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستطع ان يفرق بينهما الا ان الاسلام نزل وفرق بينهما وخرج ابو العاص في بدر ووقع اسيرا روى ابن اسحاق عن عائشه رضي الله عنها قالت لما بعث اهل مكه في فداء اسراهم بعثت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء زوجها ابي العاص بن الربيع بمال وبعثت فيه بقلاده لها كانت خديجه رضي الله عنها ادخلتها بها على ابي العاص حين تزوجها قالت فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم رق لها رقه شديده وبكى وقال ان رايتم ان تطلقوا لها اسيرها وتردوا عليها الذي لها فقالوا نعم يا رسول الله